الدكتور أحمد البنا، أستاذ ومدرس التعليم عن بعد. دكتور أحمد، برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذ. ازيك يا دكتور؟ برحب بحضرتك. حضرتك ندرة من التعليم عن بعد، بحث حضرتك موثق من وزارة التربية والتعليم في التحول الرقمي في التعليم عن بعد والتحول بوجود الإنترنت. برحب بحضرتك يا فندم. سؤالي لحضرتك، مفهوم التعليم عن بعد، ملخص المفهوم عرفه للسادة المشاهدين. هو بالضبط كده، التعليم عن بعد عباره عن خدمه تقدم للمتعلم وفقا لطلبه، تعتمد على بيئه الكترونيه رقميه تستهدف بناء مقررات وتوصيلها بواسطه شبكات الكترونيه. التحول الرقمي ده المفهوم البسيط بتاعنا. دكتور أحمد، التحول الرقمي هو نفس مفهوم التعليم عن بعد بالضبط. بالظبط يا فندم. طب حضرتك، ما هي أهم مميزات التعليم عن بعد أو التحول الرقمي في مصر؟ في مصر اولا، مميزات التعليم عن بعد او التحول الرقمي، هو بيحسن الكفاءه بدرجه عاليه جدا، كذلك بيقلل الانفاق. انت عارف ان التعليم بعد مستهلك جدا بالنسبه للبيوت بتاعتنا كتير، كذلك بيقدم خدمات جديده بسرعه ومرونه، وبيعمل تغيير جذري في الخدمات المقدمه للافراد في مجالات كثيره من التعليم والصحه وغيرها. اتفضل. هو دكتور أحمد، التحول الرقمي طبعا مؤسسات الدولة تعمل عليه من خطة 2018 ل 2030، والدولة طبعا ضخت مليارات في هذا الأمر في الميزانية الأخيرة في العام الماضي. حضرتك عايز أعرف ما هي أهم معوقات، إحنا كنا بندرس الرسالة بتاعت حضرتك أو بنقرأ فيها أنا والإعداد، أهم معوقات التحول الرقمي بالنسبة للطالب أو المعلم أو حتى المادة أو المنهج. هو عموما معوقات التحول الرقمي بالنسبه للتعليم عامه بتتمثل في واحد، ضعف البنيه التحتيه للاتصالات والتقنيه. دي مشكله كبيره جدا بتواجهنا. في بقى معوقات بترتبط بالمعلمين، وهي قله اعداد المدربين او المعلمين المدربين على تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التدريس. كذلك قله انتشار الحاسب الالي وملحقاته في العديد من المؤسسات التعليميه. وفي معوقات ثانيه مرتبطه بالمنهج نفسه، وهي عدم مطابقه المنهج وملائمته للوظائف والتقنيات المستقبل. كذلك ندرة البرمجيات التعليمية الخاصة بالمناهج. كمان في معوقات مرتبطة بالطالب نفسه بقى. زي ايه في يا دكتور؟ بتواجه دي اذكر لي كده اهم معوقات الطالب بالنسبه برضو للتابلت، مش هو برضو من افضل؟ التابلت ده مشروع، يعتبر مشروع من المشاريع العظيمة جدا اللي قامت بها الدولة، لأنه وفر حاجات كتير جدا، وفر تكاليف كتير جدا على ولي الأمر من كتب مدرسية ودروس خصوصية وحاجات كتير جدا، لكن من مشاكله ان الطالب بينشغل بالدخول على مواقع التواصل الاجتماعي اكتر من انشغاله بالمناهج الدراسيه اللي على التابلت نفسه.